هل يجوز دفع الزكاة لبعض مواقع الإنترنت الدعوية وكذلك لطباعة الكتب الشرعية؟ لا، الزكاة لا تصرف في المشاريع الخيرية، لا في الدعوة ولا في بناء المساجد ولا، وإنما تعطى لمن خصهم الله بها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. أما هذه الأشياء فتمول من التبرعات ومن الصدقات التطوعية. نعم.